ما وعدناكم البارح بان كان لقاء مع السيده العمده، وعلى حسب التوقعات ديالنا بانه كان لقاء ايجابي وتفهمات الوضع مع الطاقم الاداري ديالها، وكما قالت بالحرف بان دارت مراسله في هذا الباب، ديال الساعات الاضافيه للموظفين الموضوعين رهن الاشاره، وقالت لنا بالحرف بان غادي دير المجهود ديالها باش تفك هذا المشكل. ومن هذا الباب حنا كسي دي تي اي واحد كيوقف بجانب العامل والموظف حتى حنا كنوقفوا معاه، لان هذه الساعات الاضافيه حق مكتسب ديال هاد الناس، وكانوا جميع المجالس الفائته اللي كنا كناخذوهم من عندها الا المجلس ديال العداله والتنميه اللي مشى وما خديناش من عنده وتخلق هذا المشكل. وهاد الناس كيأديوا واحد الواجب للساكنه البيضاويه، ومن هذا المنبر كنطلبوا من السيد الوالي ومن السيد وزير الداخليه باش يتفهموا الامور ديال هاد الناس، لان هاد الساعات الاضافيه ما هي الا واحد الاجر تكميلي وكيتعطى لهاد الناس في اخر ديال السنه كيكملوا به العيد الكبير ديالهم، ولان جميع الموظفين ديال الدار البيضاء اللي كيتقدر العدد ديالهم تقريبا اللي كيستافدوا من هذا الصاليس ما يفوق 5000 واحد، كتبقى واحد 500 ولا 600 واحد، هي 10% تقريبا. ما بغيناش هاد الناس يتحرموا، علاش؟ لان هذه عمده ديال الدار البيضاء، ماشي عمده غير ديال الجماعه، راه العمده ديال التعليم ديال الصحه، وكتهمها الساكنه البيضاويه. رغم ان هاد الساعات الاضافيه الا نظرتي ليها في العمق ما هي الا تكميل للاجر، وشحال المبلغ ديالها؟ المبلغ ديالها 4 درهم في الساعه، ملي كتجمعها في الشهر كتكون واحد 160 درهم، كتجمع في العام كتعطي 1920 درهم، هي تكميل الاجر. وكتعرفوا بان الدار البيضاء هنا القدره الشرائيه ضعيفه، والمشاكل ديال الدار البيضاء راه ماشي هي مدينه اخرى، ماشي هي شي مدينه صغيره، ان هاد الموظفين كيقدموا واحد الخدمات جليله لمدينه الدار البيضاء، خدمات جليله للدار البيضاء. حتى الا دقينا باب العمده وسولناها بان دقينا بغينا غير خنشه ديال الطحين لهاد الموظفين اللي هي 160 درهم تقريبا، خصها تعطيها لهم. هنايا المهم اللقاء كان ايجابي حسب التقييم ديالنا، وكنتظروا الجواب ديال وزاره الداخليه، ووزاره الداخليه ان شاء الله ملي غادي تجاوب غناخذوا القرار المناسب. اما هاد الاخوان غادي يدخلوا جماعه لمدينه الدار البيضاء، وغادي تكون خساره لمجموعه ديال المؤسسات ديال الدار البيضاء، لان كاين التعليم، كاين الصحه، كاين المحاكم، كاين المعاملات، كاين السلطه المحليه، كاين الولايه، هاد الناس كيقدموا واحد الخدمه جليله للساكنه البيضاويه، وكاين اللي ضارب ما يفوق 20 عام 30 عام في هذه المهنه. لا يعقل بان هاد الساعات الاضافيه راه مجرد واحد الدفعه اللي كتعاون بها. كتعرفوا ان القدره الشرائيه هاد الايامات راه غاليه جدا. لهذا كنتوجهوا للسيده العمده ديال مدينه الدار البيضاء والمجلس ديالها الموقر باش يديروا جميع الوسائل ديالهم باش يفرحوا هاد الموظفين، لانه مقهور. لان الا جيتي شد الموظف ديال جماعه الدار البيضاء ولا اي موظف كما كان داخل جماعه الترابيه جماعه الدار البيضاء، الجماعه ديال المغرب، كتلقى بانه كتلقى عنده جوج كريديات ثلاثه كريديات، كتبقى له 500 600 درهم باش غادي يداوى، باش غادي يشري العيد، باش هادي. والجميع كياخذهم. هذا هو، ما بغيناش يكون حايف ما بين هذا ياخذهم وهذا ما ياخذهمش. حنا كنطالبوا السيد العمده باش دير المجهود ديالها مع وزاره الداخليه ديالها باش يفكوا هذا المشكل. ما بغيناش ديك الساعه ندخلوا كنا غيتحرشوا. كنطالبوا بالسوايع ديالنا الاضافيه، حنا موظفين ديال الجماعه، ماشي موظفين مع شي دوله اخرى. حنا بحال هذوك الموظفين، وربما حنا كنخدموا اكثر من هذوك الموظفين. موظفين راه حتى واحد ما كيدير السوايع الاضافيه. كون على يقين حتى واحد ما كيزيد السوايع من فوق من الربع. حنا مازال كنبقى مرات خدامين. المدرسه ولا الصحه ولا كل شيء كيبقى خدام. واش غنقولوا لهم؟ الله يهديهم علينا، هادشي اللي غنقولوا لهم، لان حرمونا بزاف، 5 سنين وما حرمينا من السوايع ديالنا. علاش زعما هادشي؟ ما فهمتش انا، واش حكره ولا كيقول لك ما كتخدموش؟ يدوروا المصالح يشوف لنا واش كنخدموا ولا لا. يدوروا، حنا مستعدين لاي حاجه بغى يديروها يديروها. حنا دابا دخلت مع الثمانيه الله ربي المدرسه، قدمت راسي وعاد مشيت لهنايا. حنا مالنا مرات كاع ما قادين كاع نبقاو نجيو هكايا. مرضونا زعما الناس عاقرينا ولا ما عرفت شنو. والوحيد اللي تيخدموا في هذا راه هما اللي خارجين راهنا الاشاره. هما اللي في المصالح ديالهم والله ما كيخدموا شي حاجه. سير البوش نشوفوا شنو هما اش كيديروا. ولكن حنا كنخدموا، بغيت نعرفهم علاش مستثنين، هادشي اللي بغيت نعرف. والله يهديهم علينا، هادشي اللي غنقولوا لهم. الله يهديهم، وعواشر هادي ما عندنا ما نقولوا لهم.